توحينا هذا النهار ب6 نوفمبر عندما خطب صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني في مدينة مراكش بانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة اللي كانت تتكون من 350 ألف متطوع ومتطوعة، انطلقوا من مراكش نحو الأقاليم الصحراوية مدججة بأعظم الأسلحة ألا وهي القرآن الكريم وكذلك عدالتهم بقضية إيمانهم. هذا يوم مشهود اللي استرجعت الأقاليم الصحراوية إلى حضيرة الأم المغرب مسيرة مظفرة لم ترق فيها نقطة دم، فهنيئا للشعب المغربي بصحرائه وهنيئا للصحراء بمغربيتها.